الحمد لله على سلامة الشيخ عايض القرني في ذهابه إلى الدعوة في الفلبين بسبب أحد المتطرفين انقض على الشيخ عايض القرني ولكن حفظ. وهذا يعطينا درس عظيم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ حدود الله يا غالي رب. والله أيها الغالي أن الإنسان إذا حافظ على حدود الله وجعل الله بين عينيه كان الله له حافظا ومعينا. عموما ديدن الاغتيالات ومحاولة الاغتيالات من قديم الزمان، اغتيل عمر بن الخطاب وهو يصلي في محرابه، ليش؟ لأنهم عجزوا عن عمر. دخل أبو لؤلؤة المجوسي بين الصحابة فأدخل يده على بطن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقتل عمر، قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واغتيل كذلك عثمان بن عفان وهو في بيته، واغتيل كثير من الصحابة، وأرادوا حتى وأراد اليهود كذلك اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فديدن الاغتيالات لا يتميز فيه إلا أعداء الدين، ولا يفرح به إلا أعداء الدين. اعلم علم اليقين أن هؤلاء هذا الديدن القذر وهو محاولة الاغتيال، أعداء الدين إذا عجزوا أنهم يقابلون الدين، إذا عجزوا أنهم يواجهون الدين ويواجهون الإسلام يأتون الدين من خلف. فأكثر قادة الإسلام يقتل غدرا وخيانة. فنسأل الله، أسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله العلي العظيم أن يعز هذا الدين، أسأل الله أن يعز هذا الدين، أسأل الله أن يعز هذا الدين. اللهم من أراد هذا الدين ومن أراد الإسلام ومن أراد من أعان الخير والهداية بشر وسوء، اللهم فأشغله بنفسه وصرفه، اللهم سلط عليه جندا من جندك، وإن كنت قد كتبت له الهداية فنسأل الله أن يهديه وأن يرده إلى رشده وإلى صلاحه، نسأل الله السلام.